ترشد السياحة في القدس وعنصرية الاحتلال. منازل قرية شوفة تنار بالكهرباء بعد ظلام دام عدة سنين. مسلسل في حضرة الغياب يثير ردود فعل فلسطينية مختلفة. عيون المياه في دور القرع تفيض بالحياة وتنعش الأرض. أطفال المخيمات بلا أماكن للعب. افتقاد الرقابة الحكومية على رياض الأطفال والحضانات في فلسطين. تفتق ذهن العنصرية الإسرائيلية ليلد مشروعاً جديداً يقضي بمنع المقدسيين من ممارسة عملهم كمرشدين سياحيين في مدينتهم واستبدالهم بمرشدين يهود متذرعين بحجج واهية تدعي بأن الفلسطينيين لا يقدمون صورة مناسبة ولا يمثلون بطريقة ملائمة مصالح إسرائيل القومية أمام السياح الأجانب. اتهمت بأني أشوه التاريخ الإسرائيلي عندما تحدثنا عن بعض المرادفات الغير صحيحة تاريخيا في المطبوعات الموجودة في قلعة داوود. نجد التركيز من قبل وزارة الآثار الإسرائيلية ومن قبل وزارة السياحة الإسرائيلية على تصوير الشعب اليهودي وسكان دولة إسرائيل اليهود على أنهم شعب مميز استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة على أرض الواقع، استطاع أن يبني دولة يعني تفوق الخيال. أيضا هو وريث لكل الرسالات السماوية التي كانت على هذه الأرض. لم تكتفي وزارة السياحة الإسرائيلية بفرض قوانين على المرشدين السياحيين الفلسطينيين، بل تحاول طمس هوية المدينة المقدسة بشتى الوسائل والطرق، وتجبر الدليل السياحي على سرد تاريخ القدس من وجهة النظر الصهيونية، مزورة بذلك التاريخ الحقيقي. التزوير يشمل كل شيء، يشمل الحجر والبشر ويشمل حتى الأكل. يعني احنا اليوم موجودين في طريق الواد او ما يسمى ملتقى الواد مع طريق الآلام. في هذه المنطقة يوجد مطاعم مثل مطاعم الحمص على سبيل المثال. الحمص اليوم معروف في العالم، يسوق على أنه أكلة إسرائيلية. بهذا القانون الإسرائيلي الجائر بات أكثر من 300 مواطن ممن يعملون بالإرشاد السياحي في المدينة المقدسة مهددين بفقدان عملهم وقوت يومهم. في ظل القوانين والقرارات التي تفرضها وزارة السياحة الإسرائيلية على المرشدين السياحيين المقدسيين، يبقى السؤال يطرح نفسه، هل سيتمكن المرشد الفلسطيني من ترسيخ الرواية الحقيقية في أذهان السياح، أم أن الرواية الصهيونية المزيفة ستبقى هي الغالبة؟ لتلفزيون القدس التربوي، نهاد حجازي، مدينة القدس. لم تكن أم يزن تستطيع تشغيل هذه الثلاجة وحفظ الأطعمة فيها طوال اليوم إلا منذ سنة فقط، إذ كانت الكهرباء تصل قرية شوفة بضع ساعات أثناء الليل من خلال تشغيل المحولات الكهربائية، ما أدى إلى حرمانها من الاستفادة من الأجهزة الكهربائية فترات طويلة آنذاك. كنا أي لحمة بس على قدر الطبخة نجيب على البيت بالسابق، أما الآن بنجيب بزيادة، ما في خوف إنه يتلف، كان زمان يتلف ويخرب وهذا مخسر كان. بالنسبة لأدوات المطبخ سنحت لنا فرصة إن نكون مثل غيرنا من الناس، جبنا مثلا مايكرويف، بريك للغلي للشاي ولهي أشياء بسرعة. حتى الأطفال الذين حرموا من تذوق المثلجات سابقاً لم تسعهم فرحة وصول الكهرباء إلى قريتهم، إذ كانوا يضطرون لقطع مسافات طويلة لشرائها من أماكن مجاورة للقرية، كما ساعد وصول الكهرباء القطرية أهالي القرية الانخراط في العالم الإلكتروني بكافة أشكاله. كنا من بده بركة، بده معاملة، بده أي شيء، يروح على طول كرم
يتغلب في الطرق بتعرف اشوفه كيف محاصر وهيك يعني غلبي. اما هلا كيف صار شو ما بدك تيجي هون بتطول شو ما بدك ابحاث شغل الجامعة مثل جامعة القدس مفتوحة الإلكتروني وهيك شغلات كله عن النت بنطبعه هون وكل شيء يعني جبنة الكرم هون بمناخ. توفر الكهرباء في شوفا ساعد على انتعاش الحياة الاقتصادية أيضا إذ أصبح بإمكان التجار بيع كافة أنواع المواد الغذائية دون الخوف على تلفها. زاد المردود الاقتصادي لأنك أنت زدت كمية البيع عندك، زدت الاتجاهات اللي لك في البيع، ما كنتش تبيع أنت، تبيع بزر وفستق وشيبس وكبل وشغلات اللي ما بتخرب، ما بدها برودة، ما بدها شيء، لكن في وقت الحالي أنت زدت المجمدات، زدت الألبان، زدت يعني اللبن أو الشمينت أو الكستر، ما كنتش تقدر تجيب إلا خمس ست علب مشان ما يخربنش. لكن اليوم بشي بتجيبش خمس ست علب، بتجيب صندوق واثنين وثلاث وأربعة وخمسة. منازل قرية شوفا لم تعد تعتمد على إنارتها مدة ست ساعات فقط أثناء الليل، بل أصبحت القرية تضاء ليل نهار. رؤاي تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى. عاصفة من الانتقادات اللاذعة تعرض لها مسلسل في حضرة الغياب الذي يتناول حياة الشاعر الراحل محمود درويش ويبث على 10 قنوات عربية من ضمنها تلفزيون فلسطين. مؤسسة محمود درويش في مدينة رام الله أكدت أن هذا العمل الفني لا يرقى إلى مستوى شاعر فلسطيني كبير أفنى حياته في خدمة الشعب والقضية الفلسطينية مطالبين بوقف عرضه فورا. لم يكن لنا منذ البداية بأي علاقة بهذا المسلسل ولم يتم الاتصال بنا أو مراسلتنا أو استشارتنا في هذا العمل اللي تم إنجازه مؤخرا. محبي الشاعر الراحل من الشباب الفلسطيني ومن واكبوه أسسوا مجموعة على الموقع الاجتماعي فيسبوك منتقدين علانية مخرج المسلسل نجدة أنزور والفنان فراس إبراهيم الذي لعب دور درويش بدعوى أنه أفرغ الشخصية من بهاء حضورها وصلابة موقفها، مطالبين جميعا بوقف عرضه على شاشة تلفزيون فلسطين، إلا أن إدارة القناة لم تستجب لغاية اللحظة لمطالب النقاد والمواطنين بحسب ما جاء على لسان الإعلامي عماد الأصفر مدير البرامج في اتصال هاتفي. في مدينة رام الله انقسم المواطن ما بين مؤيد ومعارض. أنا حضرت المسلسل من الحلقة الأولى وما أعجبني كثير لأنه الممثل كان ما قالوش دخل في شخصية محمود درويش والهدوء كان كثير مصطنع كثير كثير. المسلسل محمود درويش إنجاز وطني وفلسطيني بما نعرض على الشاشات العربية، نحترم القائمين على هذا العمل ونحترم التاريخ الطويل لمحمود درويش. هذا الهواء الرطب لي. يذكر أن الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش فارق الحياة عن عمر يناهز 67 عاما وله دواوين شعرية مليئة بالكلمات الثورية والإنسانية والتي تحمس شباب هذا الوطن، وقد قضى حياته في خدمة القضية والشعب. مسلسل في حضرة الغياب الذي يتناول حياة الشاعر الراحل محمود درويش يثير جدلا واسعا بين المواطنين الفلسطينيين وبين مؤيد ومعارض. من مدينة رام الله بسان سلامة تلفزيون وطن. زيارة أولى إلى منطقة العيون في دور القرع تجعلك تعيد الكرة مرة أخرى. عيون المياه التي تنساب مياهها عذبة رقراقة من بين الصخور تضيف سحرا جماليا على هذه المنطقة التي أصبحت تعتمد عليها في الشرب والزراعة، فتنتعش دور القرع وتزداد حيوية وخضارة. هذه منطقة العيون في قرية دور القرع اللي هي عين الدرة وعين الدرج وعين المغارة، وهذه العين تخدم عدة قرى ومخيم في المنطقة من أجل مياه الشرب. ايش في عندي عليها؟ الاعتماد مياه الشرب عندك 95% مياه الشرب عليها. حين تستمع لوقع خرير الماء لن تجد نفسك مترددا في أن تجثو على ركبتيك لترشف شربة الحياة من هذه العيون. هي 7 عيون تحيط بدور القرع وتغذي أشجار المنطقة هنا ويستسقي منها المواطنون. في فترة الشتوية من غدرش المنطقة إلا تنشوف العيون نزلت والنبع كان ممتاز.
غير أن هذه العيون لم تكن أبداً بمنأى عن اعتداءات المستوطنين في مستوطنة بيت إيل الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة، حيث يحاولون بهجماتهم المتكررة السيطرة على هذه المنطقة. اليهود قاموا بحفر أبار في مستوطنة بيت إيل مما أضعف هذه العيون، مما اضطر السكان لترك الأراضي هذه بدون زراعة من شحة المياه. ويناشد المواطنون بوضع خطة لاستغلال كامل للعيون في المنطقة ومواجهة المحاولات الاستيطانية التي باتت تنغص الحياة هنا. أيسر البرغوثي، قناة وطن الفضائية. شروق مماثل وطقوس حياة مختلفة تبدأ بخروج النساء لتنظيف عتبات بيوتهن، فيتحلق حولهن أطفالهن للعب في أزقة المخيم الضيقة. أزقة المخيم التي طالما ألفوها وألفتهم فكانت ملاذهم الوحيد للهو واللعب، ولكنهم ليسوا كغيرهم. تفكرناش زي الناس التانيين، احنا فيش الا مساحه نلعب، ولا يعني انت شايف المساحه، طلع كل بقدرش الواحد يمشي حتى، يعني اذا واحد مرق بدك ساعه لما تخليه يمرق ولما بدك تمرقه زي هيك. واذا لعبنا بيطلع لك الجيران، مش زي الناس التانيين في عندهم ملاعب ومساحه كبيره لما يلعبوا، اذا بيطلع الجيران بصير يرش علينا مية ويعملوا شغلات زي هيك أو يكبوا علينا زبالة. مخيم بلاطة أكبر المخيمات الفلسطينية وفق إحصائيات وكالة غوث للاجئين، حيث يبلغ عدد سكانه 26,000 نسمة، 40% منهم ما دون 18. أنا والله بنلعب هين بالزكة بس بنعرفش نلعب، ساعات بتطير فوق الدار هنا، ساعات بتيجي على المي بتتوسخ كل شوي بدنا نروح نغسلها، ساعات ما بنعرف وين كيف نلعب بتروح بتضيع هناك بسرقوها الأولاد، يعني هذيك المرة مش معرفناش نلعب راحوا سرقوها الأولاد دحلت هناك. أطفال لا يجدون أكثر من مترين ونصف في أحسن الأحوال للعب وللهو، ولكنهم رغم ذلك مصممون على أن يعيشوا طفولتهم متحدين كل القيود. هذا الشارع يبقى يلعب فيه أكثر من 200-300 ولد، وبعدين يعني الأولاد فيش مكان، يعني وين بدهم يروحوا؟ يروحوا على الشوارع بتدهس، يعني لازم ينوجد لهم يعني بيئة اللي يلعبوا فيها. متراني لا أكثر، متراني لا أكثر تنحصر أحلامهم الطفولية وألعابهم البسيطة، ليس لديهم غير هذين المترين. أطفال المخيمات، أحمد عوايصة، تلفزيون جاما. حضانة ورياض الأطفال مؤسسات تربوية باتت شائعة في ظل ظروف الحياة العصرية التي تتطلب مشاركة الزوجين في تحمل عبء مصاريف الأسرة، وهذا ما يدفع الوالدين للبحث عن بيئة صحية آمنة تستوعب طفلهما وتلبي احتياجاته. يبلغ عدد دور الحضانة المرخصة في الضفة الغربية لوحدها حوالي 165 بحسب الإحصاءات الأخيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وقد تم إغلاق 5 حضانات منذ مطلع العام 2010، وذلك لعدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها في اللوائح المتعلقة بتنظيم دور الحضانة، بينما يبلغ عدد رياض الأطفال 715 روضة بحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم العالي. وعلى الرغم من التزام بعض دور الحضانة ورياض الأطفال بشروط الصحة والسلامة العامة، إلا أن الكثير منها لا يلتزم بأي من هذه المعايير، وهذا ما دفع المواطنين للتساؤل والتشكيك
بمدى توفر الشروط الصحية والتربوية اللازمة لقيام هذه المؤسسات بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة من أطفالنا. لا بتلاقي تشوف الطفل بعيق فش حدا بيهتم له، يعني طبعا بيكونوا أطفال كتير مش زي لما يكون الولد في رعاية أمه أو ستة أو عمته. كثرة عدد الأطفال ونقص عدد المربيات والافتقار للعديد من المعايير الصحية بالإضافة إلى غياب استراتيجية واضحة تلبي حاجات الطفل المتكاملة، عدا عن عدم وجود رقابة كافية من قبل الجهات المسؤولة، أدت بدورها إلى تدهور أوضاع عدد كبير من دور الحضانة ورياض الأطفال. يعني أنا ما بذكرش الشؤون الاجتماعية من وقت ما رخصت من شهر 3 اللي مضى، وهي صرنا هلأ شهر تقريبا دخلنا شهر 5 ما جات الشؤون الاجتماعية عندي ولا مرة، لأنه إحنا عن جد بنطالب الشؤون الاجتماعية بنطالب وزارة الصحة إنه عن جد تعمل دوريات منتظمة للحضانات وكبسيات حتى بطريقة أنهم ما يخبروا الحضانة. من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى القيام بجولات تفتيش دورية على دور الحضانة ورياض الأطفال للتأكد من استمرارها في الالتزام بالشروط الصحية والبيئية، لما لذلك من أثر كبير في الحفاظ على سلامة أبنائنا. والجولات مستمرة بالتأكيد، ولكن بالتأكيد في تباطؤ، في بطء في قضية إنه تغطي كل هاي الحضانات بسبب عدد الحضانات الكبير في محافظة رام الله، وبسبب كمان إنه هناك مرشدي واحد في المديرية بتكون بمهام متابعة ترخيص دور الحضانة وزيارتها. النهوض بواقع دور الحضانة ورياض الأطفال في مجتمعنا الفلسطيني يستدعي تضافر العديد من الجهود من قبل كافة الجهات المعنية للعمل على توفير بيئة ملائمة لأطفالنا، لما بذلك من أثر كبير على مستقبلهم. شروط الصحة والسلامة العامة لا تزال غير متوفرة في العديد من دور الحضانة ورياض الأطفال، وهذا ما يعرض صحة أطفالنا وسلامتهم للخطر. من إحدى رياض الأطفال في مدينة رام الله، نبال فرسخ، تلفزيون وطن.